الأمراض العقلية. يمكن أن أراها؟ نعم تفضل معي. حبيبتي حبيبتي اشربي حليبك، اشربي اشربي حليبك حبيبتي. أجل إنريكيتا، أخبرني أحد الخدم أنك اتصلت بي. أجل، ما أخبار ابني؟ أخبرني جيراردو الآن أنه حزين جدا. ليس هذا كل شيء فاليريا، لقد أوصى الأطباء بوضع زوجته في مصحة عقلية. هذا الفستان لك؟ إنه الفستان الذي سأرتديه يوم العطلة. يبدو فستانا قصيرا. صديقتي، وماذا في ذلك؟ إنه بمنتهى الروعة. السيرة، أنت رهيبة حقا. سأخبرك شيئا، قبل أسبوعين تركت رفيقي لأنه ذهب وتعرف على واحدة أخرى، لكنني لم أندم مطلقا وسأتعرف على غيره. أنا أرجو لك السعادة، سأذهب للصلاة يوم الأحد ثم أعود هنا. إياك أن تحلمي بذلك، سوف تذهبين معي يوم العطلة، سوف نستمتع معا كثيرا. إنما لا أستطيع، لن أقبل منك أعذارا. يا عزيزتي، ربما صادفك الحظ وتعرفت على شاب هنا. لم تكترث بوجودي أبدا، وكأنها ليست في هذه الدنيا. عندما أشاهد ابنتي يتقطع قلبي. من سيوجه فرناندو خوسيه بعدما قمت بقتل أبيه؟ لو لم يحدث هذا الشيء لاختلف الوضع. عندما أفكر مليا بالماضي أشعر بالندم على ما فعلته، إنما هذا هراء، فالقدر أقوى منا. الماضي أثر على روزاليندا وفرناندو خوسيه. سوليداد، روزاليندا هل عرفت بأنها ابنتي؟ أختك تبرعت وأخبرتها بكل شيء، ولكنها نسيت حتى حبها لفرناندو خوسيه. ابنتها هي الشيء الوحيد الذي لا يمكن أن تنساه. سيأخذها برأيك للمستشفى؟ إنريكيتا قالت إن ابني لا يريد، إنما هو مضطر. أمل ألا تخرج من هناك أبدا. وتلك الصغيرة؟ موجودة مع أسرتها، إنما القاتلة سوف تبدأ برعايتها الآن. طبعا إذا سمحت وحدي بذلك، وأنا لن أسمح. سوليداد روميرو إن أرادت حفيدتها لتستمتع بها الآن فهي قريبا ستفقدها، فأنا سوف أخذها. لما لا تنامين حبيبتي؟ روزاليندا، استريحي. روزاليندا، روزاليندا، إنني متلهف لأكون معك قريبا منك، وأنا أشعر بك. روزاليندا، روزاليندا، لا تشعرين بشيء إطلاقا، لا تشعرين بقبلاتي ولا تشعرين بحبي. حبيبتي المسكينة، أنا متأسف. نام يا حبيبتي، نام.
هل هي هادئة؟ نعم، تركتها مستلقية. سوليداد لا مفر، فقد قررت أن أخذ روزاليندا لمستشفى الأمراض العقلية.